بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. على خلفية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وكالة مودز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية. بايدن يأمر بإرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر المتوسط، والمفوضية الأوروبية تعلن فتح ممر بحري للمساعدات من قبرص إلى القطاع. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، والتي تناولت التأكيد على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن شهدائنا الأبرار تركوا بصماتهم البارزة على مر السنين كرموز للتضحية والفداء النبيل، لتظل قصصهم وتضحياتهم مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة. وفي تصريحات بمناسبة يوم الشهيد، أكد مفتي الجمهورية إن تضحيات الشهداء تعبر عن قمة الوفاء والإخلاص لله والوطن بعد أن قدموا أرواحهم فداء لقيمهم ومبادئهم ودفاعا عن تراب الوطن وشعبه ومقدراته، متوجها بخالص الشكر والتقدير إلى أبطال قواتنا المسلحة والشرطة لما يبذلونه من تضحيات كبيرة من أجل حماية البلاد والعباد وحفظ استقرار الوطن وسلامة أراضيه. قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانا غدا السبت الموافق 9 مارس بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. يأتي ذلك فيما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته. نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضا فنيا لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ويستمر حتى 13 من شهر مارس الجاري، ذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. ويضم المعرض عددا كبيرا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في عدد من المجالات، ذلك بعد تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المهرة، فضلا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية. كما نظمت الجمعية مهرجانا رياضيا تضمن العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة.
اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات. وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوي لعناصر القوات الخاصة من الجانبين، والتي أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية في مختلف الظروف. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية أو حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز الحصص الغذائية. ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة. وحرصت القوات المسلحة على أن تحتوي الحصص الغذائية على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم. وفي سياق متصل، شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة. هذا بجانب المشاركة في معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني. وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دايما مدعمنا ودايما واقف معانا وعامل لنا دايما مبادرات، ربنا يكرمه ويعزه.
دايما واقف جنب الشعب المصري في كل المناسبات. ربنا يحفظ مصر، رئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب، ويعد عليهم الايام بخير. كل سنة وهو طيب، وربنا يخليه لنا ويخلي لنا الشرطة ويخلي لنا الجيش وتحيا مصر. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخليك يا سعادة الرئيس، واحنا ما تحرمش منكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كبرنا عامل لنا الكوبري دوت، ربنا يخليه لنا ويعمل إنجازات جامدة أوي في مصر. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر. وجهت الوزارة مأموريات للمحافظات المختلفة استقبلها المواطنون بترحاب كبير، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام. بدرة ديت الصراحة هي جت في وقتها، يعني الصراحة على دخول شهر رمضان الكريم، وربنا يخليك يا ريس على المبادرة الجميلة ديت والمبادرات اللي بتعملها كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى. شكرا يا ريس، ربنا يخليك لينا وكل سنة حضرتك طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الألف ألف شكر، سنة طيب يا رئيس، ربنا يخليك لنا رئيس عمار يا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن، فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد، وعلى المشروعات القومية الكتيرة اللي بيعملها لنا، وأنه هو فاكر الشعب في رمضان. ألف شكر يا رئيس على الحياة الكريمة اللي أنت بتعملها لنا والمشاريع اللي أنت بتعملها لنا على طول، ودايما فاكرنا على طول في الخير، وكل سنة وحضرتك أنت طيب. شاكرين يا رئيس على اللي أنت بتعمله لنا وعلى المشاريع اللي أنت بتعملها لنا. رجالة ولاد رجالة، إيد تحمي وإيد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط. ألف شكر على هديتكم، وهدية مقبولة وانتم نورتونا، وألف شكر لوزارة الداخلية وسيادة الرئيس. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها أكيد. بشكر ضباط وزارة الداخلية طبعا لأنهم وصلونا في الأماكن دي، محافظة كفر الشيخ، ويا رب دايما يكونوا مستمرين في الحاجات دي. بمبسوطة إن هم بيفتكرونا وبيفتكروا أولادنا في مبادرات زي مبادرة كلنا واحد. بشكر سيادة الرئيس إن هو فاكرنا في جميع المناسبات، ودي مش أول مرة إن هو يعملها معانا. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. بشكر سيادة الرئيس وعامل لنا خدمات يامي، وكل سنة وحضرته طيب. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف. ليك مناسبة الشهر الكريم. ربنا يخلينا سيادة الرئيس، ربنا ما بيحرمناش منه يا رب. دايما فاكرنا على طول. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. طول عمر الشعب ده إيد واحدة، والفي ربط واليوم الدين. بفتح الباب لقيت السادة الضباط جايين وجايبين هدية راس لحد باب البيت. فاحنا بنشكرهم على تعافهم ومشيهم، بنشكر سيادة الرئيس، وربنا يخليه لنا وفي أي مناسبة بيفتكرونا برضه. ربنا يخليك لينا يا رب يا ريس، يا رب يخليك لينا في البحر الأحمر. مبسوطة وشكرا على مساعداتك لينا يا ريس. المبادرة دي للجميع، وبنشكر وزارة الداخلية إنها بتدخل كل الناس، بتقول لكل الناس إن الناس كلها على راسي، مفيش حد وحد لأ. شكرين يا سيادة الرئيس السيسي
والمبادرة بتساعدنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة مصر وراسه الفوق مرفوع. كل سنة وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم في الرئاسة وفي الرئاسة الجمهورية وفي الدنيا كلها. امين يا رب. وربنا يقدركم على اللي انتم فيه ويساعدكم على اللي انتم فيه. طول عمر الشعب ده ايد واحدة ده كفايه انكم دايين والله ده دخلتكم دي بالدنيا كلها. يا حابه اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا اللي هو فاكرنا ربنا يخليه لنا يا رب. لا شك ان وزاره الداخليه تضع في مقدمه اولوياتها دعم ومسانده المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم من منطلق مسؤوليتها الاجتماعيه، فالامن رساله انسانيه تهدف الى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين إنسانيا واجتماعيا. كل سنة وانتم طيبين وربنا يخلينا الرئيس وخلي المبادرة وهو بجملنا البحر الأحمر وربنا يديله الصحة ويخليه للشعب يا رب. ربنا يخلي الرئيس لينا على المبادرة دي وحاسس بينا. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. كما أعرب توفيق في البرقية لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، مضيفا أن مسيرة الوفاء والعطاء لهؤلاء الشهداء ستبقى خالدة عبر الأجيال وشهد على كفاح الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على امتداد ملاحم ومعارك النضال الوطني العظيم والتي نقف أمامها بكل الإجلال والتوقير. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وقال توفيق إنه يسره وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن يذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا شهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لمصرنا العظيمة. أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية CAA1 عند التصنيف. وأشارت موديز إلى أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع المنقضي. وكان البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح أيضا لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآلية السوق. تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للإصلاح الاقتصادي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي والمستوى المعيشي للمواطنين. التوجهات الاقتصادية للدولة والهدف لتعظيم مستوى الاستثمار الأجنبي وتوحيد سعر الصرف أدت إلى ردود فعل إيجابية من مختلف المؤسسات الدولية الرائدة عالمياً. جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد، وأهم هذه الخطوات توحيد سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية خلفت تأثيرا سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول وألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وانعكست من خلال ضغوط تضخمية، لكن ذلك لم يمنع الدولة من مواصلة جهودها البناءة والتي مثلت حائط صد أمام الاهتزازات الاقتصادية العالمية. ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد، تكلل هذا المنحى بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز
يتجاوزوا 35 مليار دولار بشكل عاجل، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة. كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة. قرار توحيد سعر الصرف قابلته ردود فعل دولية إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر خطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق، والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار. وفي ترجمة عملية لهذه الثقة، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، وذلك بقيمة 8 مليارات دولار. وكالة فيتش ومودز للتصنيف الائتماني كانتا مواكبتين للتطورات الاقتصادية في مصر، إذ أشارت الأولى إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه دعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية، فيما أكدت مودز تعديل التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي. كما أوصى بنك جي بي مورغان في وول ستريت بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام. بدوره أكد بنك جولدمان ساكس أن الإجراءات المصرية تزيل قدرا من المخاطر عن المستثمرين، بما يعني تدفق المزيد من الأموال وانعكاس الأمر على صلابة الاقتصاد بصورته الكلية. وجهت السيدة انتصار السيسي تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي، جاء ذلك خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث أكدت السيدة انتصار السيسي أن المرأة المصرية هي صوت الضمير والرحمة والبهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني، مضيفة أن المرأة المصرية كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة وطباعها الخاصة. وصلت المرأة المصرية لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات، فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج. يأتي ذلك في ظل خطوات جادة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي. إن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع. عصر ذهبي غير مسبوق تعيشه المرأة المصرية، شهد انطلاق خطوات تمكينها في كل مجالات الحياة بعد نضال طويل، وبعد أن أثبتت أنها شريك أساسي وطرف رئيس في معادلة تقدم الوطن. خطوات عملاقة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي، وها هي الأرقام تكشف عن قفزات ضخمة في مجال تمكينها، حتى وصل عدد نائبات مجلس الشيوخ 40 نائبة وفي مجلس النواب 162 نائبة، فضلا عن 6 وزيرات و66 قاضية و677 مستشارة و37 نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة، وهي أرقام تمثل علامات فارقة في تاريخ مصر الحديث. وعلى الصعيد الاجتماعي، وصلت المرأة لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات، فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج إلى جانب صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع، فقد كانت التكليفات الرئاسية سبباً للعديد من التشريعات المساندة للمرأة، فأصدر مجلس النواب قانوناً مستقلاً لمنع الزواج المبكر، وتم منع التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل قانون المواريث الذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة، وتغليظ عقوبة المتحرش، وتفعيل مبادرات مناهضة العنف ضدها. ولم تغفل القيادة السياسية دورها في الحفاظ على صحة المرأة، فأطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم صحتها،
كان أبرزها 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها، لتصبح مكتسبات المرأة في السنوات الأخيرة من أهم الإشارات الملهمة ودليل بداية قوية وسليمة للجمهورية الجديدة. هذا ويشكل يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به سنويا في 8 مارس رمزا للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة. أهلا بكم مجددا وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أكدت الخارجية الفلسطينية أن جيش الاحتلال يمارس الكذب ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية. وفي بيان لها أوضحت الخارجية الفلسطينية أن تحقيقات جيش الاحتلال في مجزرة شارع الرشيد شكلية والهدف منها طمس الأدلة، مطالبة بمحاكمة القتلة المسؤولين عن مجزرة شارع الرشيد ومن أعطاهم التعليمات بإطلاق النار على مدنيين الجوعى. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم تظاهرات للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو إلى وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر الكونغرس بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن موكب بايدن سلك طريقا أطول من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس لتفادي الطرق التي تشهد التظاهرات. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر الجيش الأمريكي بإرسال مهمة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط. وأوضح بايدن في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أنه ينبغي على إسرائيل أن لا تستخدم المساعدات كورقة مساومة، معلنا أيضا عن إنشاء ممر بري في شمال غزة لتسهيل وصول المساعدات. في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر الجيش الأمريكي بإرسال مهمة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط. وأوضح بايدن أن المهمة لن تكون عبر وجود فعلي للقوات الأمريكية على الأرض في غزة، وإنما سيكون عبر الوجود في البحر المتوسط. بايدن أعلن في خطابه أيضا عن إنشاء ممر بري في شمال غزة لتسهيل وصول المساعدات، وقال إنه لا ينبغي على إسرائيل استخدام المساعدات ورقة مساومة. كما دعا الرئيس الأمريكي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقال إنه يواصل العمل من دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة قد يستمر 6 أسابيع. بايدن أبلغ الكونغرس بإعطائه توجيهات للجيش الأمريكي للقيام بمهمة طارئة لإقامة رصيف مؤقت على ساحل غزة لاستقبال السفن التي تحمل الغذاء والماء والدواء ووحدات الإيواء المؤقتة. يأتي قرار بايدن
الخاص بإنشاء الميناء المؤقت وسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي الجوع بين 2,300,000 فلسطيني في القطاع في ظل حرب مستمرة منذ نحو 5 أشهر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي بشأن دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، والذي أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين في القطاع معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء. أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة لأنه سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان جيرمي لورنس إنه إذا شنت إسرائيل هجومها العسكري على رفح فإن ذلك سيزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية، مشددا على ضرورة عدم السماح بحدوث هذا الهجوم. أعلن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث أن أكثر من 500,000 فلسطيني في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعا. ودعا المنسق الأممي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس إلى وقف إطلاق النار في غزة والالتزام الكامل بقواعد الحرب، كما طالب جريفيث بتوفير نقاط دخول وطرق إمداد إضافية وحماية أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30,878 شهيدا و 72,402 مصاب منذ 7 من شهر أكتوبر. وأوضحت السلطات أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و 104 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، مضيفا أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والذي يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها تمكنت من قنص ضابط إسرائيلي في سلاح الإشارة شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما أعلنت الفصائل أيضا مقتل 6 جنود إسرائيليين بكمين داخل شقة سكنية شمال خان يونس. أكدت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي تضامن مصر والإمارات لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة إلى تنفيذ البلدين عمليات إسقاط جوي للمساعدات على القطاع. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أشارت سفيرة دولة الإمارات إلى عمق علاقات التعاون الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي في مختلف المجالات.
التعاون الكبير بين دولة الإمارات ومصر النهاردة في دعم أخواننا في غزة، والتنسيق الكبير على مستوى كبير، والجهود المصرية في دعم دولة الإمارات أيضا، العمل الكبير والفرق الإماراتية الكبيرة الموجودة أيضا، المساعدة دلوقتي يعني كان الإسقاط الثالث للمساعدات على شمال غزة بالتعاون بين القوات وزارة الدفاع الإماراتية والقوات المسلحة والقوات الجوية المصرية، كان يعني عمل جبار. وإحنا من بدت الأزمة دولة الإمارات مع يعني ودعم كبير من أخواننا المصريين، يعني الكل يتشارك في احتفالية إنسانية من القيم الإنسانية اللي بتؤمن بها دولة الإمارات وتؤمن بها جمهورية مصر الحبيبة، وده الموضوع مش بس على مستوى قيادات وإنما بين أيضا على مستوى شعوب. تتواصل الجهود المصرية المستمرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة. المزيد نستعرضه مع مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. زملائي في الاستديو، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، في واقع الأمر الجهود المصرية مستمرة ومتعددة الجوانب على صعيد الملف الإنساني والإغاثي فيما يتعلق بقطاع غزة. يعني عايز أقول أن المساعدات الإنسانية والإغاثية لا تتعلق فقط بما يمر عبر معبر رفح من مساعدات غذائية وإنسانية أو عمليات إنزال جوي في شمال قطاع غزة، ولكن أيضا الجهود المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري تتعدى ذلك إلى أن تصل إلى المجال الطبي في التعامل مع الجرحى والمصابين داخل قطاع غزة ذاته، من خلال طبعا التنسيق بين الهلال الأحمر المصري وعدد من المنظمات والهلال الأحمر الكويتي ومنظمة أطباء بلا حدود والكثير من المنظمات الأخرى مكونة من عدد من الأطباء الذين يدخلون المستشفيات لإجراء عمليات جراحية والتعامل مع الجرحى والمصابين في كافة المستشفيات. للاقتراب أكثر معي المهندس محمد مصير وهو مسؤول الدعم داخل قطاع غزة التابع للهلال الأحمر المصري. مهندس محمد، النهاردة يمكن وافد كبير من الكويتة من الأردنيين في إطار طبعا الدعم الصحي من مصر والتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي، كيف تسير الأمور على مستوى الملف الطبي تحديدا؟ وطبعا في البداية أن مصر بتفتح ذراعيها وبتقدم كل الدعم لأي طرف شريك يحب أن هو يساعد في الاستجابة لأزمة غزة. احنا النهاردة معنا وفد من أشقائنا في الهلال الأحمر الكويتي ومنظمة رحمة حول العالم، وهم أطباء متطوعين بيقدموا الخدمات الصحية، جاءوا اليوم بتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لدخول قطاع غزة لإجراء بعض العمليات الجراحية ومعالجة المرضى دعما للقطاع الصحي في غزة نظرا لما يعانيه من انهيارات كبيرة. الهلال الأحمر المصري ومصر بتدعم كل من يحب أن يقدم يد العون ويد الغوث إلى غزة، وبتسهل هذا الموضوع إلى أقصى درجة. إن شاء الله يعني إحنا مستمرين في دعم غزة بكل موطنة القوة في جميع المجالات. يعني إذن المساعدات المصرية والملف الإنساني المصري المتجه لقطاع غزة لا يقتصر فقط على المساعدات، ولكن يمتد إلى القطاع الصحي والطبي من خلال تنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري وكافة المنظمات مثل أطباء بلا حدود وأطباء حول العالم وغيرها، وأيضا الهلال الأحمر الكويتي وغيره لإمداد قطاع غزة بكافة يعني احتياجاتها سواء الغذائية أو الطبية والصحية. إليكم زملائي. أصدرت الحكومة قرارا بصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا. وأوضحت الحكومة أنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 من شهر فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من شهر مارس الحالي. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 من فبراير الماضي، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع طرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية. كما أوضح المركز أن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات المزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا، مشددا على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقا للقانون. عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، عقدت فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الحدث الأكبر في مجال البرمجيات على مستوى العالم، حيث تستضيف الأكاديمية البطولة الدولية للبرمجة في دورتيها 46 و 47، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 18 من إبريل المقبل بمدينة الأقصر. الفترة من 14 ل 19 ابريل ان شاء الله يكون هنا اكثر من 2400 شاب من مختلف دول العالم. اي نوع من الشباب؟ الشباب المبدع، الشباب ذو التفكير المنطقي المنهجي، الشباب الذي يستطيع ان يجد الحلول للمشكلات الصعبة جدا. الشباب دول بيشتغلوا في از تيم وورك، في فريق عمل، بيحلوا اصعب المشكلات، بيتم يعني اعدادهم على مدار سنوات. الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري هي المركز الإقليمي لهذه المسابقة من 2011. بنستضيف مسابقات على مستوى الجامعات في مصر. استضافة محافظة الأقصر يمكن دي المرة الثالثة اللي بيقام عليها المؤتمر النهاردة، وهناك أيضا مرة رابعة هتبقى في شهر إبريل. زي ما عرفنا إن هم في تنظيم المؤتمر بيتم اختيارها المكان اللي بينعقد فيه المؤتمر عن طريق مسابقة مع مختلف الدول والمختلف المقاصد. زي ما عرفنا ان كان في حاجه مع بعض الدول الاوروبيه، يمكن الاقصر قدرت ان هي في النهايه يتم اختيارها، وده بيؤكد على مدى قدره المقصد السياحي في الاقصر على المنافسه مع المقاصد الدوليه ومقاصد المحافظه، ومدى قدره محافظه الاقصر من استعدادات البنيه التحتيه من فنادق من مناطق اثريه ومناطق سياحيه. يعني هذه المسابقه تعتبر من أكبر المسابقات اللي موجودة في العالم في مجال حل المسائل باستخدام الكمبيوتر. إحنا كمصر تقدمنا بالملف بتاعنا من سنتين، وفعلا تم قبول تنظيم مصر لهذه المسابقة، والأول مرة مصر بتقدم مسابقتين في نفس الوقت. ده معناه ان احنا عندنا حوالي 2500 متسابق بيمثلوا 2000 فريق من الجامعات العالمية كلها من اكتر من 100 دولة، فعندنا خيرة العقول الموجودة في العالم. احنا استلمنا كهيد كوارتر للمسابقة العربية الافريقية سنة 2011، كان على مستوى الدول العربية كلها في 45 فريق فقط. حاليا احنا بنتابع في الدول العربية فوق 4500 فريق بيتصفوا في كل جامعة في دولهم، وبعد كده تصفيات في كل دولة، وبعد كده الفرق اللي طالعة من كل دولة بتيجي مسابقة العربية الأفريقية. دي أكبر مسابقة بتنظم في تاريخ البطولة بهذا العدد. احنا متوقع أكثر من 2500 طالب وباحث وعالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ان هم يكون متواجدين معنا هنا. متوقعين وفود من اكتر من 100 دولة طبعا، فدي فرصة عظيمة جدا لمدينة الأقصر ان الناس دي تيجي تشوف مصر وتشوف الحضارة المصرية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب الأول بارك في الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويطمح الأهلي لتحقيق اللقب 39 في تاريخه، فيما سيسعى الزمالك لإحراز البطولة للمرة 29 في تاريخه.
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023 التي ستشهد صراعا جديدا بين القطبين على لقب البطولة الأعرق في مصر في نسختها 91. مباراة القمة المرتقبة التي يديرها تحكيميا البرازيلي أندرسون دارونكو ينتظر أن تشهد تنافسا قويا بين الفريقين، إذ يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة التي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستقدام البرتغالي جوزي غوميز كمدير فني. وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمسابقة لم يحظى بشرف الصعود لمنصة التتويج بكأس مصر سوى 12 ناديا فقط، ويسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك بشكل كبير على البطولة العريقة التي تقام مباراتها النهائية للمرة الأولى خارج مصر في نسخة موسم 2022-2023. نهاية نشرتنا الإخبارية، ولا يسعنا سوى التذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. على خلفية إجراءات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة، وكالة مودز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية. بايدن يأمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط، والمفوضية الأوروبية تعلن فتح ممر بحري للمساعدات من قبرص إلى القطاع. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، شكرا لكم، دمتم في رعاية الله.